احسن كده من ناس كتير. اول باول احمي نفسك من المرض، دي الحياة انك تكون بصحة وخير، واعرف كويس اللي صح واللي غلط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم الطبي نبض الحياه. معانا النهارده فقرات كتيره قوي تهم كل شخص. معانا فقره الاسعافات الاوليه، وهنتكلم عن السكته القلبيه وازاي نعرف نفيد نفسنا او الشخص اللي جنبينا، عشان خاطر الثواني بتفرق كتير جدا جدا في حياه الشخص واعاده الانعاش القلبي لعضله القلب. هنتكلم معاكم برضو عن صحتك فاكلتك، وهنشوف مضادات الاكسده فايدتها ايه. الدراسات دلوقتي كلها بتتكلم عن مضادات الاكسده واهميتها في علاج امراض كثيره ووقايه من امراض اكتر واكتر. هنشوف معاكم كل التفاصيل دي كلها في حلقتنا. نبدا اول فقره من فقراتنا، وهي فقره الاسعافات الاوليه. الاسعافات الاوليه بنحاول نبسط المعلومات، بنحاول نشوف كل شخص فينا ممكن يعمل ايه في موقف اتحط فيه، عشان خاطر نقي نفسنا من العواقب اللي ممكن تحصل نتيجه ان الشخص يكون لوحده. دلوقتي احنا هنتكلم عن السكته القلبيه. السكته القلبيه هي عباره عن بصوره بسيطه ان عضله القلب ما بتضخش الدم بصوره كافيه، فبالتالي العضله لما مش هتضخ الدم بصوره كافيه مفيش دم هيطلع للمخ، وبالتالي قله الدم اللي في المخ دي هتعمل اول احساس عند الشخص، وهو احساس الدوخه او احساس الاغماء اللي ممكن يحصل عند الشخص. طب دلوقتي السكته القلبيه ممكن تعمل في الشخص ايه؟ عضله القلب لو توقفت بالظبط بيبقى قدامنا وقت من 8 ل 10 دقائق عشان نرجع عضله القلب عن طريق الانعاش القلبي. لو ما لحقناش من 8 ل 10 دقائق هتحدث بعد كده عمليه الوفاه. عشان كده لازم كل شخص يركز معانا. معلومات بسيطه هنحاول نتعلم مع بعض ازاي نعمل عمليه الانعاش القلبي، ازاي نشوف حل السكته القلبيه بالنسبه للناس. لو شخص حتى التنفس بتاعه واقف نعمل له ايه؟ طفل صغير او شخص كبير كلها نفس الاسعافات الاوليه، بس عشان خاطر نركز شويه عشان نعرف هنعمل ايه بالظبط. اول حاجه لازم نعرف اعراض السكته القلبيه ممكن تكون ايه. دايما من زمان الشخص بيمسك قلبه وبيمسك الجنب بتاع قلبه. الفكره دلوقتي دي كلها شغل افلام. الفكره بتبقى بسيطه ان الوجع بيجي في منتصف الصدر بالظبط، منتصف الصدر في الحته اللي موجود فيها القلب، او اسفل عظمه الاسترنم او عظمه القفص الصدري. لو نزلنا من تحت هنلاقي الشخص ماسك صدره كده. الفكره بتبقى بسيطه ان الشخص دلوقتي فيه وجع. الوجع ده لا اما بيبقى نوعين، لا اما بيحس يقول لك فيه تقل على قلبي، وده التقل ده عباره عن المريض بيجي يصوره لك او الشخص القريب ليك بيجي يصوره لك ان انا في طوبه على قلبي مش قادر اتنفس ولا اخد نفسي وقلبي مش قادر ينبض، او عن طريق الاستابنج بين او الطعنه. الشخص يجي يتكلم يقول ان انا بحس الطعنه تخش جوه قلبي. دي كلها اعراض ان في مشكله في عضله القلب. لازم اول حاجه نخلي بالنا منها. ايه الاعراض الثانيه اللي ممكن تحصل؟ الشخص لما الدم مش هيوصل له للمخ هيؤدي الى هبوط حاد في الدوره الدمويه، وهيؤدي الى ان ضغطه هيوطى، فبالتالي هيحصل عمليه الاعياء والشخص هيدوخ، ممكن يقع من مكانه من غير ما حد يحس. من الحاجات برضو اللي احنا لازم نخلي بالنا منها ان الشخص عمال يقاوم ويعاني عشان خاطر يدخل كميه اكسجين اكتر، وكميه اكسجين توصل للمخ، فبالتالي الشخص هيجي يشتكي من شعور بضعف التنفس وضيق في التنفس. يعني لو كنا ركزنا مع الشخص هنلاقي الجزء بتاع المناخير في حاجه اسمها وركينج على النزاي، اللي المناخير مفتوحه على اخرها عشان خاطر عايز تدخل كميه هواء على قد ما تقدر، والشخص في الموضوع في سرعه التنفس الريسبيريشن بتاعه الشيست موفمنت او حركه الصدر عماله تفتح وتقفل تفتح وتقفل عشان نفسه يدخل جزء اكسجين يطلع للمخ عشان خاطر ما يحصلش عمليه الاعياء. ما ننساش برده ان الشخص هنلاقيه بيعاني من العرق الشديد. الشخص بيعرق زياده على اللزوم لو في جو الطبيعي بتاع الغرفه، يعني احنا كلنا مش عرقانين والشخص ده هتلاقيه عرقان ومنهك جدا جدا. دي التنفس ما ننساهوش. الوجع لا اما الوجع طعنه لا اما الوجع تقل في القلب. برضو من الحاجات المهمة اللي احنا ناخد بالنا منها الأطراف والشفايف بتبقى لونها أزرق، وده عن طريق قلة كمية الأكسجين اللي داخلة جوه جسمنا، فبالتالي شفايفنا والأطراف بتاعة الضوافر هنلاقيها لونها أزرق وأزرق باين جدا جدا. من أهم الحاجات برضو الوجع نركز فيه. الوجع ده لما بيكون جاي في النقطة دي بنسميه دايما سايكولوجيك، أو الشخص مريض نفسي وبيمسك قلبه الناحية دي. وجع القلب دايما بيجي في الجزء ده.